الصوميات جديد تشجيع قلبك واستقرارك. السلام عليكم سيدنا محمد اشرف. انا التلميذه كريمه نور جليل، حاصل على مجموع 19.13 من امتحان العام و 19.33 من امتحان الوطني. انا تشرفت الحمد لله تتاخر انني شرفت مدينتي وشرفت اقليم الصاد وشرفت الثانويه هيليا الرازي وشرفت بطبيعه الحال والديا الهام منير وبشعيب نور الهادي والعائله ديالي، وكنفتخر جدا جدا بانتمائي لمدينه الصاد. رسالتك للتلام التلاميذ كنقول لهم باللي الباك ماشي صعيب، الباك راه اللي بغى يجيب الباك راه غادي يوجد ليه من اول سنه وغادي تفوق فيه، غادي تفوق فيه اكيد. والحمد لله هو كيتطلب مجهود وكيتطلب تنظيم وكيتطلب ان التلميذ يكون مواظب وان التلميذ يكون متميز، وخاص يكون شويه الفرق يعني ما بين يكون يدير الفارق يعني يكون متميز. وهذا الاساس بفضل ديال مجهودات الاساتذه ديالنا والمجهودات ديال والدينا توصلنا لهذه النتيجه والحمد لله. رسالتك للمدرسه العموميه؟ انا كنفتخر المدرسه العموميه لحد الان هي كدير مجهودات ديالها وباقي فيها العطاء وباقي فيها اساتذه كيستحقوا انهم يعني كيستحقوا اوسمه وكيستحقوا كل شيء، يعني هما اساتذه اللي كيشرفونا بالحضور ديالهم هنايا يعني كنفتخروا بهم. وما كاينش هو فرق يعني مادام التلميذ كيقدر يقرا في العمومي ويقدر يقرا في الخيبه ما كاين حتى فرق كبير بزاف. الاساس هو ان التلميذ يكون هو متميز ويكون باغي يقرا ويكون التلميذ تكون في قيمه، يعني يكون هو اللي الذات ديالو تكون متميزه والحمد لله. كما تتبعتم منذ قليل كانت مناسبه في هذا اليوم الابرك لاستقبال التلميذه نور الهادي كريمه التي حصلت على اعلى معدل على المستوى الاقليمي وثالث على المستوى الوطني، وكانت مناسبه كذلك لاستقبال بعض الاساتذه والاب ديالها والام ديالها لتهنئه التلميذه وتهنئه الابوين ديالها وتهنئه الاساتذه على المجهودات المبذوله والتي توجت بهذه النتائج التي تشرف الاقليم وتشرف المديريه الاقليميه للسطات. وكما نتمنى التوفيق والنجاح في المسار الدراسي الجامعي لهذه التلميذة الكريمة، ولا يفوتني كذلك أن أنوه بالمجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين من هيئة التدريس والإدارة للحصول على نتائج يمكن أن نقول أنها نتائج مرضية، وخصوصا أن المديرية الإقليمية حصلت على المرتبة الخامسة على المستوى الجهوي، وهذه مرتبة من بين 15 ديال المديريات 16 ديال المديريات الإقليمية، هي مرتبة تشرفنا ولا نقتنع بها بل نريد أن نتبوأ المراتب الأولى، يعني المرتبة الأولى على مستوى الجهة، وهذا يتطلب منا مجهود إضافي. ومناسبة كذلك لتقديم التهاني بهذه المناسبة ونحن على أبواب عيد الفطر لجميع الناجحات والناجحين. نعطيها كأم نصيحة في متواضعة، هي أنك ننصح جميع الآباء أنهم ما يكونوش عبيد الرغبات الاولاد ديالهم، مثلا بيسيات بورطابلات خص تكون مراقبة في الدار، يكون واحد لدرجه ان خص تكون المراقبه اللي تكون مكثفه، النوم في الوقت، الفياق في الوقت، تكون واحد لان الدار هي الاساس والمدرسه انا في نظري مكمله، يعني المدرسه في بادر ميتو. الساعات الاضافيه هي الحل. الساعات الاضافيه الا كان اوني بيزوان ماشي نمشيو نضيعوها في الوقت. هذا النموذج ديالنا ديال بنتي ما دارتش لي زاف. فوالا انا تنقول لها لدرجه انا وليت متخوفه كنقول سيري ديري لي زاف سيري ديريهم بنتي، قال لي ماما انا ما محتاجاش ليهم علاش غنديرهم. فوالا نقدر نسمي تجربه وحده، واحد الاستاذ قال لها تعالي ديري غتكتشفي شي دارتها امو، وفي الاخر قلت انا ما عندي ما ندير بماما. كانت محتاجة أنا ما عندي أنا ما كونتش خليزاغ ولا كونتش خاسيزا اللي كيدارو ليزاغ، سي عندي بوزوان اللي عندنا واحد لافيبلاس. وشوف راه إلا قرينا في الدار من الأول، شوف راه هاد النتيجة خسارة وتحصيل سنين من الابتدائي، هذا هو اللي كاين. وواحد الحاجة بنتي راه عاشقة للقراءة، راه كان ممكن تكون أديبة زيادة على شي تخصص، راه فرنسية وعربية يمكن نقدر نقول قرات شي 200 قصة فوالا، ودابا راه كتعاود فيهم، ما كتبغيش تاكل معانا باش تكمل القصة، خاصها تكملها كنقول واش انتي أدبية ولا علمية، نشدي فيزيك علاش كتدير بوز قراءة قصة فوالا، هذا هو اللي كاين.